والأب، ودي مهمة جدا. سؤالي لحضرتك قبل ما الوقت ينتهي، فكرة إنه كتير مننا بيبقى عندهم كل حاجة، لكن في نفس الوقت مش حاسين بحاجة، وحاسين هما متضايقين بالزبط. مش حاسين بسعادة لأنه ما يعرفش نقطة التميز عنده. لأن دي القضية الخطيرة جدا، ودي مش هنقول في تربية الدلال اللي احنا بنسميها وتربية الإذلال، الاثنين شكل بعض، الاستبداد أو إن كل الطفل يبقى كل عنده كل حاجة متوفرة عنده، هيؤدي نفس النتيجة. بس دي إحساس. أنا دلوقتي ماذا يريد الإنسان في هذه الحياة؟ يحتاج إلى السعادة. أنا عايز أبقى سعيد، عايز أوصل لمنطقة الراحة. توصلني لمنطقة الراحة أو منطقة السعادة، خلاص أنا بقول إن إحنا مش هنوصل، مستحيل نوصل لمنطقة السعادة إلا إذا وصلنا لنقطة التميز. إني أكون عارفة أنا متميزة في مميزة إيه؟ فيه؟ وأعمل حاجة أنا بحبها بالزبط. عشان أنجح فيها وبالتالي أكون سعيدة. أيًا كانت، لأن دلوقتي في أولياء أمور كتير جدا يهتموا، أنا عايزك تبقى دكتور، أنا عايزك تبقى مهندس زي أنا ما كنت، عايز تبقى نسخة مني. ولكن ممكن يبقى مهندس فاشل، دكتور فاشل، كتير من الدكاترة بس كم واحد فيهم مميز؟ كتير من المدرس، كتير من الإعلاميين كم مميز؟ كخريجات أو خريجين كلية الإعلام وخريجين وأساتذة، إحنا أكتر دولة عندنا حاملي شهادة الدكتوراه، بس هم فين؟ صحيح. لو أنا لقيت في بعض أطفال مش بنعرف نشوفهم مميزين في إيه، تمام، نتصرف معهم إزاي؟ إحنا دلوقتي عندنا البرنامج نفسه، احنا بندخله البرنامج اللي هو صناعه العبقريه، بيبدا يخش بمراحله لمده 8 شهور. بعد كده بناخد تقييم كامل الطفل ده، ايه نقاط القوه عنده ونقاط الضعف. اسمح لي يا دكتور، يعني ما ينفعش انا في البيت، يعني اكيد مش كل الساده المشاهدين هيقدروا يجوا في والله عند حضرتك. انا اتمنى ان احنا نوصله البيت. طب كامهات عاديه، يعني انا شايفه ان ابني عادي ما فيهوش حاجه بتميزه، انا اعمل ايه معاه عشان الاقي له نقطه تميز؟ احنا رقم واحد لازم نقتنع تماما ان هو في نقطه تميز. لا بس حضرتك قلت انه في حاجه بقى، يعني اللي هي الموهبه اللي من عند ربنا سبحانه وتعالى، هي موجوده. متفق الاول ان هي موجودة. تمام. ادور عليها انا ازاي لو هي مش باينه قوي؟ تمام، يعني احنا دلوقتي هنجرب معاه اكتر من حاجه نفسها. رقم واحد ان الام اصلا عارفه نقطه تميزها. يعني دلوقتي لو بحثنا عن ام ما عندهاش طموح، هيطلع جيل عنده طموح. لا هي طبعاً. الاساس ان تبحث عن نقطه تميز، هيبقى محبط. بس فده اللي بيحصل. انتوا هتتعلموا ليه؟ انتوا مفيش. يبقى رقم واحد ان الاب والام يبحثوا عن نقطه تميزهم، واحنا عاملين مقياس موجود بنحدد فيه الذكاءات العشرة، وده موجود ومتوفر على الانترنت، وممكن يعني هديه لكل الناس كلها ان هم يحددوا احنا مميزين في ايه. طيب انا هيطلع دلوقتي لو الام منطقيه بتاعت ايه كل حاجه ورا بعضها، والولد تخيلي، ايه اللي يحصل؟ الام تقتل عنده الحاجه دي لانها مش هتستوعبه. التخيلي بيبقى فوضوي، في جزء من الفوضى، يعني تلاقي الحاجات هنا وحاجات هنا، ومش هو شايف كل حاجه جميله، المبدع شايف كل حاجه جميله. لا، المنطقي لازم كل حاجه مرصوصه مرتبه وفي مكانها. طب الاب تخيلي والام منطقيه، يحصل ايه؟ يحصل صدام. ده ينتج عنه ايه؟ بيئه غير صالحه لان يطلع فيها عبقري. لو يعني الموضوع طلع كبير قوي يا دكتور، يعني ده علشان اتنين يتجوزوا من الاول لازم بقى يجوا لحضرتك ويشوفوا ده منطقي مش انا بس، يعني ما ده اللي احنا بنعمله صحيح. أيوة. وده مهم جدا. لا بس بجد العالم يعني كله بيشتغل على الكلام ده. احنا بنقول ان احنا اخواننا الاساس هنا عندنا، احنا اساتذه العالم في هذا الامر. صحيح. اولا دكتور عطا بركات، انا يعني سعيده جدا ان انا قابلت حضرتك النهارده، واتمنى ان كل الساده المشاهدين يكونوا على الاقل قدروا يعني يستشفوا حاجات من الكلام اللي احنا قلناه. فكره انه مهم قوي حتى واحنا بنختار شريك حياتنا لازم نبقى عارفين ان لازم نكون احنا الاثنين متوافقين مع بعض. اطفالنا لازم نكتشفهم ونديهم الثقه، نخليهم يختاروا اللي هم عايزينه. دلوقتي ممكن يكملوا تعليمهم بس مش لازم يبقوا دكاتره، مهندسين، يعني ضباط، لكن ممكن يبقى لعيب كوره. حضرتكم عارفين دلوقتي لعيبه الكوره كمان بتاخد فلوس كويسه. يعني اللي انا عايزه اقوله ان نسيب اطفالنا على سجيتهم، بس طبعا مع ملاحظتنا المستمره ليهم. بشكر دكتور عطا بركات، وبشكرك جدا على الدراسات الكتير اللي انت افدتنا بيها. بشكر حضراتكم. انا هسيب حضراتكم واقول لكم تصبحوا على خير، لكن البرنامج لسه مستمر مع زميلي العزيز خيري رمضان. خيري يستضيف دلوقتي حالا المخرج الكبير محمد ياسين، وايضا الفنان الجميل اللي كان نجم رمضان الاستاذ اياد نصار.